هذه من أخطر الآيات المخيفة، أن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، آية مخيفة أخرى. ولقد أوحي إليك، خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي، هو رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، أنت رسول أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء والرسل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وأنت رسول الله، لئن أشركت لا يحبطن عملك، فما بالكم من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول خليل الرحمن، يقول الله له لا أشرك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال له والأنبياء من قبله، وما بالك واحد دون الرسول. قال الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، ذكر إبراهيم وقصته، ها، وإسحاق ويعقوب ونوح وسليمان وداود وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، ثم قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطير الشرك، هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وانظر إلى هذا الموقف الذي ليس بعد أسوأ منه من الموقف، قال وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، في أشد ما يحتاج الإنسان إلى العمل، إلى الحسنات، إلى ما ينقذه من النار، إلى ما يدخل به سبب لأن يدخل به الجنة، وإلا هذا العمل إيش أصبح؟ هباء منثورا، نسأل الله العافية. فإذن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، يعني لو أن شخصا ما يصلي ويصوم وأشرك بالله حبط هذا العمل كله، بينما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارنه. الشرك الأصغر مثل الرياء، لو أن شخصا ما يصلي فراء في هذه الصلاة، هذه الصلاة بالذات التي راء فيها حبطت، ما تحبط الصلاة التي قبلها ولا التي بعدها، الصدقة بطلت هذه الصدقة فقط.